بينما على الفار الكباتن محمود بسوني وحسني سلطان. على يسار الشاشه بيئه التيشيرت الاحمر، بدي رابع مباراه يحكمها ما بين الاهلي وطلائع الجيش، اعاده للكوره اللي كانت خطيره لمصلحه الطلائع والتسديده يعني اللي كانت قصيره من احمد سمير في اللقطه الماضيه. شوف ناصف عدى ولعب الكوره عند عمرو جمال اللي كان هيئها عند يعني احمد سمير، كانت في الاخير وصلت سهله عند حارس المرمى. محمد طرف الايمن عند والتر بواليا، مع الكره بواليا يوسع لنفسه بواليا يهيئها على حدود المنطقه، حلوه حسين الشحات والى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. علي معلول اتاخر لكن على كوره علي معلول، وهنا المره دي بقى يامن عليها كهربا وياخدها يدخل جوه المنطقه ولكن يصفر ابراهيم المساعد في امم افريقيا. حمدي فتحي اللي كان حطها براسه والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى لمصلحة دي. والمرة دي اتلعبت قصيرة، وصلت محاولة عند حسين الشحات يلف واحدة عالية على القائم الثاني، رأسية حلوة والمرة دي طلعها يا راجل، لكن اتلعبت حلوة 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 من حسين الشحات. يا لعيب يا لعيب على القائم الثاني، وادي الكرة تجاوزت ولا ما تجاوزتش الكلمة للفار بيطلعها إسلام. وهنا الاعاده لكره حسين الشحات اللي لعبها عند ياسر ابراهيم اللي كان سقطها جوه المرمى، وهنا اسلام جمال مصلحه النادي الاهلي. شوف احمد سمير يا ولد لعب العرضيه، ولكن هنا الشناوي وحمدي فتحي اللي كان راجع مع عمرو جمال، عمرو جمال اللي كان هيغفلهم عمرو جمال، ولكن الشناوي طب جوه منطقه جزاء طلائع الجيش، ركنيه عاليه من علي معلول ومحاوله عند بواليا ولكن سدات طريق المزعج عمرو جمال، وضربة ركنية اتلعبت الركنية عالية جوه المنطقة منها قبل، وادي العرضية فيها حلوة رأسية ولكن محمد بسام، محمد بسام حدود المنطقة. الاهلي يقترب من مرمى الطلائع ولكن الحظ 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 والمحاولة، ولكن الكرة من مروان، المحاولة لكرة عالية جوه المنطقة هنا الرأسية ولكن